عليكم. اليوم معنا مقارنة بين الجي ال اي 53 اي ام جي مع البي ام دبليو اكس 6. ليش قارنت هذه الاكس 6 واكس 40؟ طبعا تعتبر هذه فئة السيح من بي ام دبليو. الميكينة 6 سلندر 3 لتر 335 حصان، مقارنة بالجي ال اي 3 لتر 6 سلندر 435 حصان. اليوم راح نقارن ونتعرف بالمواصفات والمميزات اسم الكوبي. فاليوم بنقارن ونشوف أيهما الأفضل، والخيار بالأخير يرجع لك. أول شيء بالجي إل إي بحكم أنها الـ AMG طبعاً مع موديل 2022 وبسعر 600,000. طبعاً ندخل من داخل وتعرف زود. هذيك فئة البنزين 12.2. اسمع، هذه ماكينة الـ 6 سلندر. طبعا بدون ابواب شافت، والبي ام فيها ابواب شافت. البعض يقول ليش قارنت الاي ام جي مع الاكس 6؟ يا طول العمر، الاي ام جي 53 من 0% من جي ال اي من 0% ب 5.3 ثواني، الاكس 6 و335 حصان، فرق 100 حصان عن الاي ام جي من 0% ب 5.3 ثواني. يعني شوف فرق المكاين ونفس السرعات. طبعا كل واحد يعني هواه العلامة. طبعا مع الداخلي بسم الله نبدأ الإنارات المحيطية الداخلية من AMG مع اللي هو ما شاء الله وضعيات القيادة هنا، ها مع التغيير الديناميك والبزبوز والكفاءة البنزين مع التغييرات هنا، ها ومع اللي هو تغيير وضعيات القيادة مع سبع وضعيات قيادة. التحكم هنا ها، كراسي كهرب، جلنط الكتروني، شاشتين ما شاء الله عملاق مع الخريطة، مع خاصية الخريطة هنا ها، وهنا اللي هو بالتاتش للشاشة ما شاء الله مع التحكم بالشاشة، شاشة عملاقة بصراحة، مع الكراسي المساج هنا اللي هو كاميرات 360 مع الوضعيات، كاميرات أمامية محيطية خلفية، جميع الزوايا ما شاء الله من اللي هو الام جي. هنا اللي هو التحكم بالاعدادات السياره، الانزلاق، الهيدروليك، البزبوز ما شاء الله، هنا التحكم بالتكييف، انارات محيطيه ما شاء الله ما شاء الله، هنا ازرار التحكم بالشاشه وهنا ازرار التحكم بالميديا. نيجي لورا ونشوف. ما شاء الله ما شاء الله، مثل ما نشوف انارات محيطيه. نيجي من داخل، طبعا الكرسي على اعداداتي يعني مريح بصراحة، مع الإنارات، إنار السقف، سك بانوراما، طبعا مع سك بانوراما واحد لأن بنشوف بعد شوي بالبي ام اثنين. عندك هنا ها منفذين يو اس بي سي، وتكاية هنا مع كوبين ما شاء الله ما شاء الله. وهذه اللي هي الجي ال اي. ونروح للإكس 6، ونجي للإكس 6 بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نفس الحكاية مع شاشتين لكن بانحنائية. طبعا أنظمة الأمان بالبي ام تفوق على مرسيدس من ناحية تقنيات الأمان، والأمان بعد الله سبحانه. عندك مع الداخلية اللي هو الجير الكريستال، التشغيل، الانزلاق، الحساسات اللي هو الحفاظ على بنزين، وضعيات القيادة ما شاء الله ما شاء الله. طبعا مع النافيجيشن وخريطة وإعدادات، طبعا اللي معنا ميب اللي هي الام كومبيتيشن ففي اختلاف شوي. هنا التحكم بالرادار، هنا الميديا، هنا اللي هو الانوار، طبعا مع الشنطة هنا ها مسكر، بيبان شافت ما شاء الله ما شاء الله. هنا اللي هو جميلة من فكرة بي ام دبليو اللي هي الانارات المحيطية جاية مع الانذارات. نجي للمقدمة الامام ما شاء الله مثل طريقة مرسيدس، اللي هو تقدر تناظر النافيجيشن هنا ها، ايضا تقدر تناظره هنا ها. طبعا مع اللي هو يو اس بي سي، نفس حكاية مع لمسات من
الكربون فيبر، شاحن وايرلس، كوبين. ما شاء الله ما شاء الله. نيجي الوراء ونشوف. هذه كفاءة البنزين اللي هي 12.5 مع ستاير خلفية. طبعا الجي ال ما في ستاير خلفية، بسم الله. يعني تقريبا لكن اوسع بشوية اللي هو الجي ال اي. طبعا هنا عندي فتحتين للسقف مع الانارات، طبعا هذه تعتبر مع الانارات المحيطية، بس ما ادري هل هي تبان الحين ولا لا. طبعا فيه بقى السقف، الانارات جاي مع الانارات الداخلية. هنا التحكم بالتكييف، وهنا اللي هو نفس صراحة داخل طيارة ما شاء الله، منفذ يو اس بي سي. طبعا كلهم موديلات 2022. هنا اللي هو حافظة اكواب مع التكاية، وهذه المقارنة السريعة بالمركبتين الالمانية، والخيار بالاخير يرجع لك. هذه الانذارات لما كسرت فتحت الباب، طبعا فيه نظام بالبي ام الى منه مرة حد ما ينفتح معك الباب. هذه من نظام الامان، وهذه المقارنة السريعة بين الأمورتين الألمانية، وبسعر 470 ألف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.